أحسن الله إليكم سماحة الوالد، تقول في آخر سؤالها: لما أخرجوا الجنين وكان عبارة عن قطعة لحم صغيرة، تقول له 15 يوما بعد العملية ولم تأتها الطهرة، هل تصلي أم أن حكمها حكم النفساء؟ إذا بلغ الحمل دخل في 40 الثالثة طور المضغة، هو 40 يوم، 40 يوم نتنى، 40 يوم علقة، 40 اليوم الثالثة يدخل طور المضغة والتخليق والتفريق. فإذا سقط في أول يوم من 40 الثالثة 81 يوم وحصل عليها دم فهذا نفاس، هذا يعتبر نفاسا. وإذا كان أقل من 81 يوم فهو نزيف، لا تترك الصلاة من أجله. نعم.